السلام عليكم. راح للتمارين. التمرين الأول جد ناتج الضرب. ألف، خمسة على تسعة في ثلاثة، العدد ما إلى مقام، خلي له مقام واحد، أشوف إذا أكو اختصارات أو لا. خمسة، الخمسة والواحد ما بيها، خمسة والتسعة ما بيها، التسعة والثلاثة بيها اختصار. تسعة على ثلاثة بيها ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بيها واحد. أضرب، خمسة في واحد خمسة، ثلاثة في واحد ثلاثة. البسط أكبر من المقام. أقسم، خمسة على ثلاثة، خمسة كم ثلاثة بيها واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة. أنقص، خمسة ناقص ثلاثة باقي اثنين، الناتج واحد عدد صحيح، واحد عدد صحيح واثنين على ثلاثة. الثاني تمرين باء، ألاحظ الخمسة ما إلها مقام، أحط لها مقام واحد، أتخلص من العدد الصحيح، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين، وخمسة ستة وعشرين. انزل الخمسة على واحد في ستة وعشرين على سبعة، أشوف أكو اختصارات ماكو. أبدأ أضرب، خمسة في ستة وعشرين، أضرب ستة وعشرين في خمسة يساوي خمسة في ستة ثلاثين، صفر ثلاثة باليد، خمسة في اثنين عشرة، وثلاثة ثلاثة يساوي مية وثلاثين. خط كسر، واحد في سبعة سبعة. البسط أكبر من المقام. أقسم، أقسم المية وثلاثين على سبعة، واحد كم ثلاثة ما بيها، ثلاثة عشر كم سبعة بيها واحد، واحد في سبعة سبعة. أنقص، باقي ستة، صفر تنزل، ستين كم سبعة هي ثمانية، ثمانية في سبعة ستة وخمسين، ناقص يساوي صفر، آخذ منها ستة ما بيها، ستة صفر خمسة، صفر يصير عشرة، عشرة آخذ منها ستة باقي أربعة، باقي أربعة. خمسة أخذ منها خمسة باقي صفر، الناتج أربعة. أقول أربعة على سبعة يساوي أربعة على سبعة وثمنتاش، عدد صحيح. أروح سؤال التمرين الثالث، التمرين جيم، أشوف إذا أكو اختصارات أو لا. خمسة والأربعة ما بيها اختصارات، ثلاثة والسبعة ما بيها اختصارات، ثلاثة والخمسة همين ما بيها اختصارات. فأبدأ أقول، أبدأ أضرب يساوي خط كسر، ثلاثة في أربعة 12، خمسة في سبعة خمسة وثلاثين. التمرين الرابع دال، أشوف إذا أكو اختصارات أو لا. أكو اختصارات، ثلاثة على ثلاثة بيها واحد، خمستاش على ثلاثة بيها خمسة، سبعة على سبعة بيها واحد، أربعتاش على سبعة بيها اثنين. أضرب أكتب يساوي واحد في اثنين اثنين، واحد في خمسة خمسة. التمرين الخامس هاء، ال معناها ضرب،
أشوف إذا أكو اختصارات أو لا. ماكو اختصارات، فأبدأ أضرب، أقول واحد على اثنين في واحد على أربعة، أحول علامة ال إلى ضرب، تبي يساوي خط كسر، اثنين في أربعة ثمانية، واحد في واحد واحد، ضرب، تبي ثلاثة على أربعة، أحولها إذا ضرب، وبنفس الوقت تخلص من العدد الصحيح، قول ثلاثة في اثنين ستة، ستة واحد سبعة، سبعة على ثلاثة، أشوف إذا أكو اختصار أو لا، ثلاثة على ثلاثة بها واحد، وثلاثة على ثلاثة بها واحد، الأربعة والسبعة ماكو اختصارات، أكتب يساوي خط كسر، واحد في سبعة سبعة، أربعة في واحد أربعة، البسط أكبر من المقام أقسم، سبعة على أربعة على أربعة، سبعة كم أربعة بها واحد، واحد في أربعة أربعة، أنقص باقي ثلاثة، باقي ثلاثة أقول يساوي خط كسر، واحد عدد صحيح، وثلاثة على أربعة، راح أحل التمرين زال. أولا أحط لي ثلاثة مقام، هيها مقام واحد، أنزل الأعداد، سبعة على ثمانية في، تخلص من العدد الصحيح، ستة في واحد ستة، وخمسة أحد عشر على ستة في، ثلاثة على واحد، أشوف إذا أكو اختصارات أو لا. الستة والثلاثة بها اختصارات، ثلاثة على ثلاثة بها واحد، ستة على ثلاثة بها اثنين، بعد ماكو اختصارات، أبدأ أضرب، سبعة في 11 سبعة وسبعين، في واحد سبعة وسبعين، يساوي خط كسر، سبعة وسبعين، ثمانية في اثنين 16، في واحد 16، البسط أكبر من المقام أقسم، سبعة وسبعين على 16، أجرب على خمسة، خمسة في ستة 36، صفر صفر ثلاثة باليد، خمسة خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، وثلاثة ثمانية، عدد كبير ما نحتاجه. أجرب على أربعة، أربعة في ستة أربعة وعشرين، أربعة في واحد أربعة، واثنين ستة، أربعة وستين، ناقص يساوي سبعة آخذ منها أربعة باقي ثلاثة، سبعة آخذ منها ستة باقي واحد، أقول يساوي خط كسر، أربعة عدد صحيح، وثلاثة عشر على ستة عشر. التمرين أولا أحط 11 كسر، أحط لها واحد، أنزل الأعداد، 11 على واحد في، أتخلص من العدد الصحيح، أربعة في ثلاثة، أربعة في ثلاثة 12، 12 واحد 13، 13 على أربعة في، خمسة على 13، أبدأ أولا أشوف إذا أكو اختصارات أو لا، 13 و 13 أكو اختصار، بها واحد بها واحد، ماكو بعد اختصارات، أبدأ أضرب، 11 في واحد 11 في خمسة 55، يساوي خط كسر 55،
واحد في أربعة أربعة، في واحد أربعة. البسط أكبر من المقام، أقسم 55 على أربعة. خمسة كم أربعة بها واحد، واحد في أربعة أربعة ناقص يساوي باقي واحد، خمسة تنزل. 15 كم أربعة بها ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12 ناقص يساوي خمسة، أخذ منها اثنين باقي ثلاثة، واحد أخذ منها واحد باقي صفر، يساوي خط كسر 13 عدد صحيح، ثلاثة على أربعة.